لنعطر المكان بآيات الرحمن. القرآن الكريم خير الحديث وأطيبه، دستور الأمة، آيات الله البينات والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفرغان مركز ديار بنين بمحافظة الشرقية. يتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ولله ملك السماوات والله على كل شيء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى ربنا ما خلقت هذا
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا ربنا إنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب يا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع
فاستجاب لهم بعضكم من فالذين جاءوا Oh.
وإلى الأستاذ محمود فرج وإلى سيادة النائب المهندس علي أبو أحمد وإلى حاج السيد مرسيدس وإلى الأستاذ أحمد نحن وإلى الأستاذ محمد منتصر وإلى كل من أدى ليؤدي واجب العزاء أعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية وإلى كل من أدى ليؤدي واجب العزاء في أسرة المرحوم الحاج منصور أحمد منصور المدير العام لجامعة الزقازيق باسم نجيبه المستشار أحمد منصور شقيق المرحوم الدكتور سعد منصور الذي يتقدمون جميعا بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء
أصحاب الواجب دائما، وأخص بالذكر صاحب الواجب في كل مكان، سيادة الناعي الأستاذ عمرو الدرسي. وطن إخوة الإيمان والإسلام، وزيعت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات من تقرر الإذاعات الخارجية، إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوسجة مركز هوهيا مخازن الفراشة الكبرى، الحاج عطية السيسي معرور والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري، الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الذهبية الحديثة الكبرى، إدارة أشرف أبو عامر وأولاده والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري، خدمة الضيافة المميزة المتر محمود أبو حسين ميت جافر الزقازيق، خدمة النت العالمية عبر العالم عميد مصوري قصص المهندس ناصر صلاح وأولاده شارع وادي النيل لمدينة الزقازيق. وطن إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.